طبعا بنشيل الورم من الجدر زي ما حضراتكم كده شايفين. وادي الورم اهو قدامنا، ادي ده اول ورم وطلع من المنطقه دي كلها، ده مكانه. ننزل الورم ده هنا الحين لما نتعامل معاه ونخرجه بره. وده هنا الرحم زي ما حضراتكم شايفين كده من مكانه في هذه المنطقه. هنخش على الورم الثاني وبعدين نوريكم ازاي بنتعامل مع هذه الحاله. ده هنا شلنا الورم من هنا. بص المفاجأة، بص المفاجأة إن ده ظهر الرحم. بص الرحم هيتعدل على وضعه، وده قدامه. يعني بص كل ده ورم محترم قدام، وده ورم تاني اللي كان موجود هنا ورم. فده كان قالب الدنيا أو كان قالب الوضع. هنا هنعدل الوضع الحقيقي اللي هو المفروض. هنخرج البقرة ده ونوري لحضراتكم.